بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب شركة آفاق التعليمية، مرحبا بكم في درس من دروس مادة لغتي الجميلة الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني، وهو بعنوان النص الشعري الأشعة السينية. كما تعودنا لابد من تحديد الكفايات المستهدفة من دراسة هذا الدرس، ألا وهي إلقاء النص إلقاء سليما ومعبرا، اكتشاف معاني المفردات الجديدة من خلال الترادف، توظيف المفردات الجديدة في سياقات أخرى، رابعا اكتشاف القيم الواردة في النص، خمسا تذوق ما في النص من جوانب جمالية. الآن سوف نقرأ معكم النص بإنشاد لعلكم تستطيعون حفظه. نستمع معكم الآن إلى النص. جلست إلى حين ذات مساء وآذن القمر والسهر، فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته زائر، له زرقة الماء لكنه شرار من النار والطير، كمنتشر من غبار الزمرد يحمله لهب زائر، كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ضمير، يرينا الجسوم أضارع جفت وزايا لها حسنها النظر، فياكل محكمة شدها لطيف بما شاءه قدر، يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر، بهذا الضياء وكل جرم عن العين يستره ستر، ولكنه لا يرينا الضمير ولا ما يجول به الخطر، ولا ما يجول به الخطر. جلست إلى هند ذات مساء وآنسنا القمر والسهر، فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته زائر، له زرقة الماء لكنه شرار من النار والطير، كمنتشر من غبار الزمرد يحمله لهب زائر، كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظهر، يرينا الجسوم أضارع جفت وزايا لها حسنها النظر، فياكل محكمة شدها لطيف بما شاءه قدر، يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر، بهذا الضياء وكل جرم عن العين يستره ستر، ولكنه لا يرينا الضمير ولا ما يجول به الخطر، ولا ما يجول به. نشكركم على سماعكم لهذا النص، ونأمل منكم أن تحاولوا حفظه بمشيئة الله تعالى. والآن لدينا سؤال يقول: من الشاعر وماذا تعرف عنه؟ الشاعر هو خليل مطران، وهو شاعر لبناني عاش في مصر، ولذا لقب بشاعر القطرين. من أشهر أعماله ديوان الخليل. هناك كلمات وردت في النص، كلمات قد تكون صعبة عليكم، نوضحها فيما يأتي. آنسنا أي جعل جلستنا لطيفة، شرار أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة من جسم محترق، الزمرد حجر كريم أخضر اللون، أضالع مفردها ضلع وهو عظم من عظام الصدر، زايلها أي فارقها، الناظر الحسن الجميل المشرق، هياكل
مفردها هيكل، والهيكل العظمي مجموع العظام التي يقوم عليها بناء الجسد. اللطيف اسم من أسماء الله الحسنى. يجول أي يطوف. هذه هي المفردات التي وردت في النص، وقد تكون غريبة عليكم، فذكرنا لكم هذه الكلمات ومعانيها. ماذا تلاحظ في الصورة التي موجودة لديكم في أعلى النص؟ ويا ترى ما العلاقة بينها وبين العنوان؟ طبعا هناك علاقة، فالصورة تعبر عن العنوان. عن أي شيء سيتحدث النص في رأيك؟ طبعا عن الأشعة السينية. أستطلع النص ثم أكتب عنوانا جديدا له. يا ترى إذا طلب منك أن تكتب عنوانا جديدا للنص فماذا تكتب؟ الأشعة العجيبة. ننمي لغتنا، أتعرف معاني كلمات المعجم المساعد ثم أملأ الفراغ بما يناسب منها. تطاير فراغ من الموقد، الشرار، أحسنتم. في يد الصغيرة سوار ذهبي مرصع بالزمرد. ظلت المريضة أياما في غيبوبة، في غيبوبة تامة، ثم زال الخطر. وإلى هنا أحبائي نصل إلى ختام الجزء الأول من نص الأشعة السينية. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام.